انا كنت بس عايز اكمل كلامي في ايه، فضل. ان في تلات نقط كده رئيسيه. واحده، الشناوي لعب دور كبير جدا في توقيت صد ضربه الجزاء. النهارده الشناوي صد ضربه الجزاء في الدقيقه 52، النتيجه كانت 1-0. مظبوط. ممكن النهارده لا قدر الله وكانت الكره دي دخلت، كان ممكن يخش النادي الاهلي في حته، عارف يعني، هتبقى 1-1 اف سي مصر. هتبص تلاقي في حماس، في روح، صح. هتبدا المعنويات، هتاخد مجهود اكبر. مزبوط. دي حاجه. تاني حاجه، ان بعديها على طول بخمس دقايق قدر ان كهربا يحرز الهدف، ففرق جدا في ضربه الجزاء دي. مزبوط. النقطه الثانيه، ان النهارده انا شايف جونيور اجيه و جونيور اجيه و